أهلا وسهلا بكم. أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من 8 جناة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع إثر تورطهم في التخطيط والقيام بسرقة مبالغ نقدية من إحدى شركات الصرافة والحوالات المالية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي الاستاذ علم الجريمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزبن. أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك معنا. وأيضا ينضم معنا في الاستوديو المستشار الأمني الدكتور محمد الفايدي، أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك معنا. أبدأ معك دكتور إبراهيم، كيف يعني تقرأ بعد هذا الخبر من واقع اختصاصك، يعني على من تقع اللائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. يعني خصائص هذه الجريمة هي جريمة منظمة قامت بها عصابة من خلال يعني في تعاون من أكثر من طرف في هدف سرقة أحد المصارف أو أحد المؤسسات المالية، ولذلك هي تصنف من الجرائم الاقتصادية، تدخل في ما يسمى بالسطو المسلح، استخدم فيها سلاح سواء في حمل السلاح أو إشهاره. أيضا هناك كان أكثر من طرف في ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي هي توافر فيها القصد الجنائي، وحنا ما نسميه في علم الجريمة بوجود يعني أركان الجريمة الأساسية، الركن المادي والركن المعنوي. في الركن المعنوي هناك يعني تقصد الجريمة ومعرفة أن من يمارس هذه الجريمة هم يعلمون أثناء ممارسة الجريمة أنهم يعني يمارسون أمر يخالف النظام، وبالتالي هم يدخل الركن المادي هنا متوافر. الركن المعنوي، الركن المادي أيضا متوافر بحكم حمل السلاح والسطو على مال الغير. احنا نسميه طبعا مثل هذه الحالة المال العام، وإن كان هو مال يعني يخص أشخاص، لكنه طالما أنه في مؤسسة مالية فهو مال عام، فسرقة المال العام تعتبر من الجرائم، يعني وإن كانت جريمة لا تصل إلى جريمة حدية إنما جريمة تعزيرية، إلا أنها جريمة فيها حد الحرابة باعتبار أنه هناك توافر هذه الشروط، وهي حمل السلاح، التقصد في ارتكاب الجريمة. أيضا دائما نسمي المال في مثل هذه الحالة هو المال المنقول باعتبار أنه من ناحية اقتصادية ينقل من مكان لآخر، وأيضا هو مال محرز علمي، فبالتالي شرط التحرز موجود بمعنى أنه محرز بمكان آمن. أيضا وجود الأشخاص المتخصصين في سواء حماية هذا المال أو إدارة هذا المال، وبالتالي كل أركان الجريمة المتعارف عليها في علم الجريمة هي متوافرة في هذه العملية، ووسط مسلح بالتأكيد أنه يحتاج إلى وجود معالجة أمنية ومعالجة قضائية تتناسب مع حجم الجريمة وخطرتها. نعم، طيب دكتور محمد، يعني بالناحية أمنية كيف يعني مع يعني تطور مفروض يكون في طريقة الحراسات، الأداء الأمني، على من تقع الحقيقة؟ يعني هل هي جودة وقوة أو أسلوب جديد من ممن سرق يعني لا يمكن السيطرة عليه، ولا فيه أداء باهت ربما لطريقة الحراسة طريقة تظل الأستاذ علي دكتور إبراهيم، الجريمة هي الجريمة والإجرام هو الإجرام والمجرم هو المجرم، ولكن تتغير الأدوات والوسائل والشروط والظروف والإرادة والقدرة والفرصة، هذه المحددات هي التي تحكم عملية ارتكاب الجريمة. مثل هذه الجريمة هي تشكيلات عصابة وعدد 8 مجرمين، ويبدو أن هناك ترتيب، دخلوا 4 وكان في تهديد كما تفضل الدكتور إبراهيم مباشر بالسلاح واستخدام قيود بلاستيكية، تقييد الموظفين والعاملين في الحراسة. يبدو انه هذه القضية لا اكثر من بعد اقتصادي، وقضية الامن الاقتصادي ومفهوم كبير جدا، وفي ظل التحولات الوطنية الجديدة الرؤية 2030 والقرارات الملكية الجديدة الأخيرة، إنه هذا التوجه وفي ظل التوسع في إنشاء الهيئات والقطاع الخاص، يجب أن يتحول مفهوم الأمن الاقتصادي إلى مفهوم شمولي تنضوي كل المؤسسات المعنية بالأمن الاقتصادي تحت مظلة واحدة توفر الأمن والحراسة مثل هذه المؤسسات المالية. هنا تركز القضية في نقطة مهمة، وهي قدرات السكوريتي أو الأمن الخاص، حيث أنهم قيدوهم
وهنا يظهر مفهوم التدريب والإعداد والتهيئة والتسليح. هذا من جانب. الجانب الآخر المشاهد العادي يرى أن مؤسسات الصرافة وشركات الصرافة وضعها يبدو أنه هلامي من حيث الاستعدادات والحراسات، تهيئة المكان، المداخل، المخارج. هذه قضايا يجب أن تكون من أولويات الأمن الاقتصادي في ظل المتغيرات الجديدة، متغيرات الإرهاب، والسطو كما تفضل الدكتور إبراهيم، والسطو مسلح وعملية التكييف القانوني. هذه قضايا يجب أن تؤخذ في الاعتبار وأن تتغير عملية تهيئة مؤسسات وشركات الصرافة في مواقعها، أولاً من حيث اختيار الموقع نفسه، ثم من حيث تهيئة المكان وأعداده وبواباته وحراساته، مستوى تدريبه، مستوى تأهيله، وضع الصناديق، كيفية وضعها. الحديث على أنهم هم قدروا أنهم يفصلوا الكاميرا التي كانت تصور، قدروا أنهم يسحبوا جوالات الموظفين، دليل على أنه جريمة فيها جانب من الاحترافية وفيها جانب من الجرأة والجسارة. هذه القضايا عندما تكون بهذه القوة مؤكد أنها ليست جريمة فردية، وليست فيها مجموعة أشخاص، هو مجموعة فيها تشكيلات، فيها سعودي، فيها شخص آخر. الحديث عن 6 من الجنسية اليمنية. أوضاع الحوثيون في اليمن محل تساؤل ومحل علامات استفهام في قضايا تمويل هذه الجرائم وهذا الإرهاب وهذه الصواريخ التي تطلق على المملكة. بالأمس، فجر أمس، كان في صاروخ مطلق على جنوب المملكة. هذا التمويل مؤكد أنه له مصادر وله بوابات، وقد تكون هذه إحدى بوابات تمويل مثل هذه الجرائم. فبالتالي من باب الاحتراز يجب الأخذ في الحسبان إعادة تهيئة مواقع مثل هذه الشركات، شركات الصرافة، وأن ترتقي إلى الآليات التي تستخدم في حراسة البنوك. ما لم نرتقي إلى هذه النقطة، وأن توحد آليات الحراسة، آليات التدريب، الإعداد. في قضية أخرى مغيبة، وقضية أنه عملية كيفية التسليح والتأهية والتأهيل لأشخاص يقومون بالحراسة. شركات الأمن الخاصة حقيقة تعاني من إحباطات كبيرة جدا، ومن هامشية التأهيل، ومن كذلك الجانب النفسي غير الفعال للقيام بمثل هذه المهام. هذه مهام أمنية كبيرة، الحديث عن 10 مليون ريال، الحديث عن إخفاء 40,000 دولار عن شخص آخر. هنا متغير جديد، ومتغير أنه حسن النية، حسن النية ليس موجود في هذه القضايا. كيف استقبل 40,000 دولار يضعها عنده كأمانة؟ أي أمانة هذه؟ سؤال يطرح نفسه. هذه القضايا يجب أن تكون حقيقة حاضرة، أولاً من حيث القوة المجتمعية والوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه القضايا. عندما يأتي شخص ويضع أمانة عند شخص 40,000، طيب. هذه المسائل يجب أن تكون في حسبان، طيب. الوعي المجتمعي، ونقطة يجب أن المجتمع يأخذها في الحسبان. أنت لمست نقطة ما يتعلق بالجنسية. هل يحق لنا دكتور إبراهيم أن نسمي جنسية بعينها أنها مسؤولة عن هذا النوع من الجرائم؟ أما أنه يعني أكثر من جرائم السطو المسلح هي من الجرائم المصنفة من الجرائم الوافدين، بمعنى أنها وفدت للمملكة من خلال ثقافات مجتمعات أخرى لم تكن معروفة في السابق في المجتمع السعودي. وبالتالي مثل هذه الجرائم بالتأكيد يكون هناك تركيز على الفئات أو الجنسيات التي تمتهن مثل الجرائم. لكن الحقيقة يكون أكثر دقة، الإخوان الجنسي اليمنية هم ليسوا من المحترفين في هذا النوع من الجرائم، إنما هي جرائم ترتكب من جنسيات أخرى، وتصنف لدينا في وزارة الداخلية بأنها من جرائم الوافدين. وهنا يعني وقفات، يعني لعلنا يعني نستغل هذه مثل هذه الظروف ونتحدث في أكثر من موضوع. الموضوع الأول يتعلق بمثل هذه الجرائم المنظمة. الالتفات الأمني بالتأكيد للجوانب الإرهاب ومشاكل الإرهاب ينبغي أن لا يصرفنا عن حماية أو مواجهة مثل هذا النوع من الجرائم التي بدأت تستغل مثل هذه الفرص بعدم توافر الحقيقة الرقابة في بعض خلينا نسميها المواقع داخل المملكة. وبالتالي قد تكون هي أهداف، زي ما قال الدكتور، هي أهداف غير مباشرة لدعم الإرهاب، وقد تكون أهداف اقتصادية بحتة في محاولة الحصول على المال. الإشكالية الأخرى وهي عملية المال المنقول. المال المنقول دائما هناك دائما تحرزات أمنية في كل دول العالم للتعامل مع المال المنقول، وهنا أتوقع أنه ما كان هناك كفاية في حماية هذا المال المنقول. الأمر الثالث هو وجود يعني أشخاص من جنسية معينة
خططوا ونفذوا وكان عندهم جسارة في التنفيذ، حتى أنهم استخدموا سلاح وأشروا هذا السلاح في مكان عام في وقت. طبعا دائما احنا نقول الجريمة لما تكون عقوبتها مغلظة بناء على ظروف الجريمة، هذه الجريمة هي عقوبتها مغلظة، ارتكبت في وقت النهار، ارتكبت من خلال تهديد أشخاص معينين يعني يعملون في نفس المكان، ارتكبت من خلال حمل سلاح وهو ليس سلاح أبيض إنما هو سلاح ناري، وهذا وهنا خطورة عالية، ارتكبت من خلال وجود تخطيط مسبق ووجود كل عناصر الجريمة توقع. وبالتالي أنا أتوقع أنه ينبغي يكون لدينا نوع من 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 الضبط بعض سلوك بعض الجنسيات. إذا كانت هنا المملكة استضافت هذه الجنسيات ووفرت لها الفرص العمل ووفرت لها فرص الإقامة كنوع من يعني ملائمة الظروف التي تمر بهذه الدول، ينبغي أيضا أن يكون من يحمل جنسية هذه الدول أن يكون لديه نوع من الانضباطية واحترام القانون واحترام النظام في هذا البلد واحترام ضيافة هذا البلد لهذه الجنسيات. الأمر الثالث وهو أمر يعني يمكن نحن وجدنا أنه في فترة من الفترات أنه كانت يعني اليمن في ظل المشاكل الأمنية اللي كانت فيها ربما كان هناك يعني حاجة لوجود يعني تجديد إقامة بعض الأخوة اليمنيين، لكن الحقيقة في ظل الظروف الحالية أكثر من 70% من الأرض اليمنية الحمد لله يعني حررت. اليمن بحاجة لسواعد أبنائها ولإعادة بناء وطنهم ولإعادة تنمية وطنهم وحماية وطنهم أيضا. لذلك أتوقع أنه الشباب الذين لديهم القدرة على حمل السلاح واللي القدرة على إعادة توطية يعني بناء وطنهم أنهم يفترض أن يكون عندهم حس وطني يعني القيام بواجبه نحو وطنهم. وبالتالي يعني يمكن يكون بعض الفئات السنية أو بعض أو النساء أو غيرها قد نعذرهم، لكن الشباب الذين الحمد لله يتمتعون بالصحة والعافية ولديهم القدرة على العمل ينبغي أن يكون عندهم هذا الحس الوطني. كل هذه الاعتبارات في هذه الجريمة. يظل هناك مسألة مهمة جدا أنه كما نعلم أن مثل هذه الجرائم تنعكس سلبا على البناء الاقتصادي في أي مجتمع، ولا وخاصة عندما تكون موجهة للمؤسسات المالية في هذا المجتمع، وبالتالي ينبغي حماية هذه المؤسسات بطريقة احترافية. ولا أعتقد أنه الاعتماد على شركات الأمن والسلامة هو الصح، أنا من المفروض الصحيح هو أن يكون هناك حماية من جهات أمنية من رسمية. نعم، أنت لما ألمحت لي دكتور فكرة الشركات الأمنية والإحباط، أنا في كذا مرة استضفت ملاك هذه الشركات وأحيانا بعض أول شيء رواتب زهيدة ورغبة أحيانا منهم للكسب، في نفس الوقت ما أعتقد في تعاون من الجهات المعنية أو الإدارات المعنية في وزارة الداخلية لفرض يعني تدريبات معينة أو مستويات معينة لابد أن ينجزها هذا الموظف في شركة الأمن. أيضا من نواحي المادية يعني تشوف أحيانا غير الإحباط، تشوف واحد أحيانا شبه كسيح يعني أحيانا هزيل ما عنده القدرات، يعني هل الشركات وحدة تتحمل أم أن الجهات المعنية الإدارات المعنية في وزارة الداخلية أيضا عليها مسؤولية في هذا الجانب؟ هناك إدارة متخصصة في وزارة الداخلية للأمن الصناعي والأمن الخاص، ويبدو أنه حتى في عمليات المساعدة في عمليات التدريب والإعداد والتهيئة وعمليات التشريعات، وكذلك يبدو حتى جزء متغير من عملية الإعانة في الرواتب، وهذه القضايا مسؤول لها تشريعات. لكن المطلوب الآن هو تطوير هذه التشريعات لتلائم هذه النقلة في المجال الاقتصادي والذي سيأخذ مجال الاستثمار فيه مجال أوسع، وأصبح لدينا الآن وزارة جديدة للتجارة والاستثمار، ويجب يأخذ مفهوم الأمن الاقتصادي معطى جديد لعملية إدارته وعملية تفعيل أدواته وتقيير أدوات توفير القوة الأمنية التي تستطيع أن تحمي مثل هذه المؤسسات المالية. المؤسسات المالية هي مؤثرة في الاقتصاد الوطني، هذه معطى يجب أن يتعامل المخطط معه برؤى جديدة تتوافق مع حجم الجريمة واتجاهاتها وتطورها. الجريمة الآن بدأت تتطور وبدأت تأخذ اتجاهات معينة، الأخوة الأشقاء اليمنيين المملكة أوتهم سهلت لهم كما تفضل الدكتور إبراهيم عملية الإقامات وأعطاهم فرصة للعمل، وهذه يجب أن تؤخذ
بمفهوم القيم العربية والشيم الواعية التي تثمن مثل هذا هذه الاستضافة، وفي نفس الوقت تسهم في عملية الاستقرار المجتمعي والأمان والسلم الاجتماعي، ولا تهدد بهذا الشكل. عندما تهدد مؤسسة ومصرف مالي، أنا أعتقد أنه هذا فيه اعتداء على الأموال وعلى الممتلكات وتهديد الأرواح، وكذلك أحداث نوع من الفزع النفسي والهلع، وهذه لها تأثير. وضع العاملين في مؤسسات الأمن والحراسات الخاصة وضع حقيقة يحتاج إعادة نظر، لأنه أنت تفضلت أنه وضعهم بعضهم هزال وكساح، عدم صحة جسدية، عدم صحة نفسية، هم مهددين بفصل في أي لحظة، الجانب المالي غير كافي لهم، عملية التهديد بالفصل، راتب يبدو لي كرصيد احتياطي عندما يفصل عليه أن يدفع هذا الراتب. هذه قضايا لها تأثير على مستوى الأداء، ثم عملية التهيئة والإعداد والتدريب والتأهيل. هذه يجب تكون معطاة في عملية حراسات الأمن الخاصة التي يجب أن تشارك كذلك القطاع الأمن العام في أدائه بما يحقق الهدف الرؤية، يعني عندنا تسير في خط متوازي أو تنضوي عامة تحت مظلة واحدة تستطيع أن توحد التشريعات والسياسات والآليات. شكرا لك دكتور محمد الفايدي المستشار الأمني، شكرا للدكتور إبراهيم الزبن وهو أستاذ علم الجريمة بجامعة الإمام محمد بن سعود، شكرا لكم على الحضور. فاصل بعد الفاصل نعود لكم بملف آخر.